السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وقاتكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي حياتنا. أنا وزميلتي ناهد نتمنى أنكم تستمتعوا معنا لمدة ساعة ونصف من الآن في برنامجنا هذا اليوم. رحب فيك ناهد. أرحب فيك نجلاء وأرحب بكم مشاهدينا الأعزاء، لكم مني أجمل تحية. الجمال أصبح متطلبا حضاريا تسعى إليه جميع النساء في العالم، وتلجأ الكثير أيضا منهن إلى استخدام وسائل تجميلية أو إلى العمليات التجميلية أو إلى الليزر. ماذا عن الليزر واستخدامات الليزر في إزالة الشعر الغير مرغوب به؟ هذا موضوع فقرتنا الأولى في هذه الحلقة مع الدكتور أحمد محمد العيسى، استشاري طب وجراحة الجلد والليزر، في الفقرة الأولى طبعا من هذه الحلقة. مثل ما ذكرتي ناهد، اليوم حلقتنا أعزائي المشاهدين تتحدث عن الجمال بأنواع المختلفة. من ضمن الجمال اليوم اللي تكلمت فيه زميلتي ناهد عن إزالة الشعر بالليزر، أيضا نحتاج بعض الأحيان أنه نعتني ببشرتنا، بشرة الوجه، بشرة اليدين، بشرتنا بشكل عام. اختلاف الفصول على البشرة بين الصيف والشتاء وتغيير الفصول قد يؤثر عليها سلبا بالتجاعيد، بالجفاف، يمكن بتغير الألوان ببعض البقع، أمور كثيرة حنتحدث فيها أكثر مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة أمل كنانة، حتتحدث معنا عن كيفية العناية بالبشرة في مختلف فصول العام. نعم، وإلى إضافة تقارير، هذه التقارير من قلب الحدث. التقرير الأول عن الحملة التوعوية بمرض السكري، واستمرارا طبعا لحملة السكري في المدينة المنورة، حملة توعوية وأيضا للتعريف أكثر على مرض السكري. رصدت لنا طبعا الزميلة فدوى المطبقاني تقرير عن الحملة التوعوية بمرض السكري، وهي حملة تثقيفية وصحية للتعريف أكثر بهذا المرض. والتقرير الآخر، تقريرنا آخر أيضا يتحدث عن موضوع طبي، عن مؤتمر التصوير الطبي في الطوارئ. حيتحدث هذا التقرير عن كيفية ظهور بعض الأفكار الطبية بمجال الطوارئ بطريقة مصورة. قام مستشفى قوى الأمن بإعداد هذا المؤتمر اللي قامت بالتغطية فيه زميلتنا رشا السيد. في خلال الحلقة أعزائي المشاهدين حتتابعوا أكثر تفصيلا عن هذا التقرير. نعم، وتقرير أيضا نجلاء عن ندوة صحة العين، وتحت رعاية طبعا حرم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز أمير الرياض صاحب السمو. أقيمت هذه الندوة العلمية بعنوان صحة العين، وذلك لمناقشة ضعف البصر وأسبابه وطرق علاجاته. سمر محمود زميلتنا رصدت لنا هذا التقرير. ايضا كاميرا البرنامج ايضا عدتنا تقرير اخر مسجل او فقره مسجله اخرى حنتحدث فيها عن بعض الاكلات الشعبيه اللي دائما تكون مصاحبه لنا في بعض حلقاتنا خلال هذا الاسبوع. ايضا اعزائي المشاهدين، نحب دائما نذكركم طرق تواصلكم معنا، لانه احنا من غير تواصلكم معنا ومن غير طلباتكم يعني احنا نحاول انه دائما نلبي لكم، هي احنا واكيد كل فريق الاعداد. نذكركم بأرقام التواصل، طرق التواصل، رقم هاتف البرنامج 4428900. نعم، وعلى الفيسبوك حياتنا، أما على تويتر حياتنا _SA، ورقم البرنامج طبعا هو ذكرة نجلاء 4428900. حلقتنا اليوم عن الجمال والمهتمات بالجمال. نبدأ بسؤال الحلقة اليوم نجلاء. سؤال حلقتنا اليوم، دائما نذكركم عندنا أسئلة نطرحها عليكم ونحب أنكم تشاركونا فيها، يعني بعض المعلومات المفيدة لكم وبعض تنشيط للمعلومات الأشخاص اللي عندهم المعلومة. سؤالنا لهذا اليوم يقول: من كفاءات علمية وفكرية عالية في منطقة القطيف، امتازت بعمق ثقافتها وحضورها الاجتماعي وقدرتها الأدبية العالية، شاركت في الحوار الوطني كممثلة للمنطقة، وكان مجلس الشورى قد عين 6 مستشارات غير متفرغات لهذا المجلس عام 2006، كانت من ضمنهم فمن هي؟ الاختيار الأول الدكتورة ناهد جشي، والاختيار الثاني الدكتورة أروى السيد. نعم. اختيارين، أتوقع أن السؤال واضح وأنه الإجابة معروفة، ونتمنى كلكم أنكم تشاركوا معنا في هذا السؤال. وجوائزنا هي جوائز طبعا نرجع أعيد حتى ما ننسى طبعا المسميات، هي هل هي الدكتورة نهاد الجشي أم هي الدكتورة أروى السيد. والجوائز عبارة عن جائزتين، طبعا كل جائزة عبارة عن خدمات طبية وتجميلية بقيمة 1000 ريال سعودي مقدمة من عيادات كايا الجلدية العالمية. نتمنى كل طبعا كل المشاهدين يفوزوا معنا ويشاركوا معنا في هذه الحلقة.
أكيد فقراتنا متعددة أعزائي المشاهدين، ولدينا أيضا خلال فقرتنا لهذا اليوم فقرة الطبخ اللي تكون معانا من بداية الحلقة إلى نهايتها، ولكن أعزائي المشاهدين حنستكمل فقراتنا أو حتكون أولى فقراتنا بعد هذا الفاصل البسيط، لا تروحوا بعيد. معي واستمرارا لحملة السكري أقيمت بالمدينة المنورة حملة توعوية لمرض السكري لتعرفهم أكثر وتثقيفهم عن هذا المرض. زميلتنا فدوى المطبقاني رصدت لنا هذا التقرير، خلينا نتابع سوا ونرجع لكم. يشهد اليوم مركز السكر بالمدينة المنورة بعد أن ابتدأ بعيادة واحدة فقط قبل 17 عاما تطورا وتوسعا هائلا، إذ تحول من عيادة واحدة إلى مركزا متكاملا، بل صنف بأنه المركز الوحيد الذي يقدم خدمات علاجية متكاملة على مستوى منطقة المدينة المنورة. مركز الأمير عبد العزيز بن ماجد للعناية بمرضى السكري هو أحد المراكز العشرين التي قامت وزارة الصحة بإنشائها، ويعتبر مركز جدا متخصص لمرضى السكري وجميع المضاعفات المرتبطة بهذا المركز. يحتوي المركز على 6 عيادات أطباء أخصائيين، عيادتين لاستشاريين الغدد الصم والسكري، يوجد بعيادة لكشف قاع العين وعيادة للبصريات، عيادة لتصوير قاع العين أيضا. يوجد فيه مختبر متكامل في جميع الـ التحاليل اللي يحتاجها مريض السكري. صيدلية أيضا متواجدة فيه. يوجد فيه عيادة للمسالك البولية وأمراض الذكورة. يوجد فيه عيادة لأمراض الكلى. هذا المركز يعني جدا حقيقة قامت وزارة الصحة بتجهيز 20 مركز بنفس هذا التصميم ونفس الـ الاحتياجات الموجودة. الأنسولين تغير، أصبح من أمبولات إلى يعني أقلام. كنت أول تأخذ الأنسولين 40 ما تؤثر عليك، أما الحين تأخذ 20 لا طيب ومرعة وتمشي معاك في الجسم، وكانت جدا. والأدوية كمان كذلك الحبوب اللي بدون هي كذلك جدا جدا ممتازة جدا أصبحت الآن. إن شمولية المركز على العديد من العيادات والوحدات كوحدة التحضير ووحدة القدم السكرية ووحدة التثقيف والتثقية وغيرها من الوحدات أتاحت الفرصة لمتابعي هذا المرض الحصول على برنامج شامل يهدف إلى تغيير نمط حياتهم لنمط صحي سليم. مرض السكر نوعين، النوع الأول بيصيب الأطفال نتيجة نقص الإنسولين، وده نوع محتاج العلاج بالإنسولين وما فيش منه أي علاج تاني. أما النوع الثاني اللي هو منتشر بين السعوديين عامة بنسبة كبيرة زي 28%، ده سببه أولا العوامل الوراثية زائد العوامل الغذائية وقلة النشاط البدني. بالنسبة لطرق التشخيص، في طرق كتيرة جدا للتشخيص كلها بسيطة، ممكن حتى في البيت لو حد عنده أي أعراض ممكن يحلل نفسه في البيت، لكن معظم الناس بيعتمدوا على التحليل في المختبر، وده يحتاج ان هم يكونوا عندهم استعداد للمتابعة الدورية، ودي حاجة مهمة قوي ان الواحد لازم يكون خصوصا فوق سن 45 يعمل متابعة دورية. الوقاية من مرض السكر هو المهم، لان هو نتيجة تغير النمط الحياتي، ان الناس بتاكل بطريقة زي الغرب، والاكل الطبيعي الوطني بتاع المملكة العربية السعودية قل جدا، زي اللي هو كان بيعتمد على اللبن ويعتمد على الحبوب ويعتمد طبعا على التمر. التغير ده في نظام الغذاء زائد قلة النشاط البدني نتيجة التلفزيون والبلاي ستيشن، كل الحاجات دي سببت في زيادة انتشار المرض. هو فيلم توعوي عارف عن أطفالنا السكر، كيف معاناتهم، كيف حسوا المعاناة، كيف استقبلوهم الجمهور بالمرض. طبعا الفيلم هو بطولة بروفيسور المسرح جميل القحطاني، وطبعا من نخبة من شباب المدينة، ويتحدث الفيلم عن الطفل بداية المرض مع الطفل
وإلى سن البلوغ سن الرشد، ومع استمرار العلاج أعرف الحمد لله خف معهم، وإيش المسببات لها، إيش السلبيات إيش الإيجابيات، كثر الحالة كثر الأكل كثر السمنة. إن معاناة المصابين بهذا المرض السكري تجعلنا نتراجع خطوات إلى الوراء لإعادة النظر في نمط حياتنا وسلوكنا الغذائي، سائلين من المولى عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. برنامج حياتنا، فدوى مطبقاني، المدينة المنورة. عدنا لكم حلقتنا اليوم اللي عنوانها الجمال. حنتحدث عن الجمال بطرق مختلفة، حنتحدث عن الجمال بوجهة نظر أطباء متخصصين في هذا المجال. مثل ما ذكرنا في البداية، اليوم فقرتنا عن الجمال، فقرتنا الأولى حنتحدث فيها عن إزالة شعر الجسم بأجهزة الليزر، ما هي مضارها وما هي الطرق الصحيحة لها وكيفية التعامل مع هذه الأجهزة. عن هذا الموضوع حيكون ضيفنا في الاستوديو الدكتور أحمد محمد عيسى، استشاري أمراض طب وجراحة الجلد والعلاج بالليزر. نرحب فيك، يا اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا، واكيد اليوم حنستفيد منك نحن بدايه وجمهورنا ايضا بيستفيد. الليزر واجهزه الليزر وهذا الطب والعلم، لا شك ان العلم قادم وقادم بقوه، كل يوم شيء جديد وخاصه في اجهزه الليزر من علاجات البشره ومن ازاله الشعر كذلك. حدثنا اولا، يعني نود منك ان تحدثنا عن كيفيه ازاله الشعر بالليزر وعن الشعر الغير مربوط به. احيانا في سيدات كثير بيزول الشعر حتى يمكن يكون وبر، حدثنا أكثر عن ذلك دكتور. طبعا الشعر هو نوعين أساسيات، نقدر نقسمهم أكثر بس إن الحلقة قصيرة لازم تكون يعني معلومة قصيرة واضحة للمريض. نعم. في شعر مرضي ومعروف أنه زائد وأسود، وفي أحد يعني الناس يكون عندهم شعر لا وبري. الشعر الوبر اللي يسمونه بالعامية شعر الزغب، اللي هو خفيف جدا جدا، هذا الشعر اي يعني. هذا الشعر هو مو مرضي عند كل الناس، لازم تلقى في مكان في شعر، بس احنا نتكلم على المرضى اللي عندهم الشعر المرضي. في بنات يكون عندهم تكيس في المبايض، زياده في الهرمون الذكري، وزياده في شعر في اماكن تكون جدا مزعجه لهم. هذول اللي احنا نسميهم هرسوتيزم، الناس اللي عندهم زياده في نمو الشعر، هذول افضل ناس لازاله الشعر. وهذول اللي احنا نقول والله هذا الان احنا نعمل لهم ليزر ازاله شعر بسبب مرضي. بس في واحد تقول لا والله انا عندي شعر باليد خفيف، نقول والله تشيلينا. القاعده العامه بالازاله ليزر ازاله الشعر، كلما زادت الشعر سماكا، كلما زادت اسودادا، كلما كان الجلد اكثر بيضاضا. هذه ثلاث شروط، سماكه لون اسود، جلد ابيض، صارت فعاليه الليزر فعاليه جدا قويه وجيده وتستجيب الشعر. تستجيب. لكن المشكله اذا كان الشعر وبر اللي هو الخفيف اللي هو اقل سماكه واقل لون، عاد ما بالك اذا كان الشعر الجلد اسمر. لان الليزر يعني جهاز اعمى احيانا يكون ما يفرق بين الصبغه اللي في بصيله الشعر والصبغه اللي على سطح الجلد، لذلك احنا نشوف بعض المضاعفات ان الجلد الاسمر انه ممكن انه يتاثر من الليزر. طب دكتور، يعني من ضمن الدعايات الخاطئه اللي نسمعها انه يجيك مسجات انه تفضلي بجلسات مجانيه او ازاله شعر عفوا بين قوسين الجسم بالكامل بمبلغ وكذا، هل تتوقع انه هذا الشيء يعني تسويق خاطئ؟ وهل تتوقع انه بالفعل في سيدات تحتاج الى ازاله شعر الجسم بالكامل؟ هذا تسويق خاطئ والمفروض انه يعني ما يكون موجود. والسبب ايش؟ في اماكن بالجسم شعرها اصلا وبري، حتى لو كانت المراه مشعره جدا الشعر وبري. انا بقول امثله يعني اللي هي الرقبه ما يصير الشعر سميك للمراه. اثنين، اليد من فوق نادرا، الظهر من الاعلى. هذه الاماكن اذا تلمس بالليزر تزداد ويكون الشعر سميك فيما انه كان يعني وبري. لذلك اذا جيتي الان جسم كامل يقول لك اوه والله لا انت وجهك شعره سميك، بس فتصيري انت دفعتي لجسم كامل ولكن ما عملت الا نصف الجسم. او وهذا المشكله الثانيه اللي اهم، انك انت لا بما انك انت دفعت المبلغ، اذا انا والله بعمل كامل الجسم، بعدين تصيرين زبونه دائمه لانهم لمسوا شعر وبر وصار شعر، وبالتالي بتصير فعلا اسلوب تجاري نجلاء. يعني هذا استغلال بحت يعني. طيب نتحدث اكثر دكتور عن الليزر، يعني الفئه العمريه اللي ممكن، هل يصلح للاطفال، يصلح للحامل، هل هو مؤلم؟ الليزر من الاساس هو جهاز حزمه ضوئيه ذات طول موجه واحد، لذلك احنا نسميها الكسندرايت،
إذا كان طول الموجة 755، والله اندياك إذا طول الموجة كذا، دايود إذا طول الموجة 800، يعني أطوال الموجة على حسب. المرضى الآن صار بالثقافة أنهم يعرفون أنواع الليزر. بالفعل الليزر غير مسرطن للجلد. أنا دائما أقول الحلقة القصيرة يجب أن تكون المعلومات زي الكبسولات، وإلا ممكن تقولها خلص وحنا تونا ما أعطينا المعلومات. صحيح. الليزر غير مسرطن، الليزر لا يضر الحامل، الليزر لا يوجد عمر معين حنا نقول والله هذا العمر، لا، من عمر سنتين ثلاثة ممكن أن يعمل الليزر. هذه ليست معلومات تسويقية للليزر، لكن معلومات محكمة طبيا. حنا ما نشجع الأطفال يمسون ليزر، أنا بس عندي، لكن فئة عمرية محددة، يعني من بعد العشر سنوات لا يوجد فئة عمرية محددة. عمر سنتين ممكن طبيا عمل ليزر إزالة الشعر، لا يضر، لا يضر ابدا في الليزر. انا عندي سؤال تحمست له على النقطه اللي معلش قاطعتك، لانه عندنا استطلاع في نفس النقطه نبغى نشوف الاستطلاع هذا، وارجع اسالك كمان سؤال لانه انت قلت ما يضر. استطلاعنا اعزائي المشاهدين، كيف ترين تقنيه ازاله الشعر بالليزر وهل تمانعين استخدامها؟ نتابع الاستطلاع ونرجع نشوف اراء، هل هناك وعي في هذا المجال ام لا. كيف ترى تقنيه ازاله الشعر بالليزر وهل تمانع من استخدامها ولماذا؟ لا ما معنى. كيف ترى التقنية؟ والله التقنية حلوة يعني. التقنية هذه تقنية متطورة وكثير من البنات بيستخدمونها، بس أنا بحس إنه أحيانا لها أثر جانبية وأثر سلبية على البشرة. بس إذا كل واحدة دائما حاولت إنها بعد ما تستخدم هذه التقنية تحاول إنها دائما تراجع الدكتور وتتابع معه، أكيد حيكون الأمر جدا سهل. لا والله أنا جربناها يعني، بس الحقيقة إنه كانت نتائجها سلبية. اوكي بالبداية الواحد بنبسط انه منيحة وهيك، بس في إلها نتائج انه بصير الشعر يتكاثر في اماكن تانية، يعني اماكن ما كان يطلع فيها ابدا بالبداية. ف يعني هذا الشغلة مثلا الوجه اكثر اشي، انه الوجه بياخد وقت ليروح، وبعدين بصير يطلع في اماكن يعني صعبة وما بحبزه بصراحة. بالنسبة للإزالة بالشعر أتوقع أنها غير مجدية ومن غير المؤيدين لها صراحة. أنا من المؤيدين لها بس تحت إشراف طبي لها. تنصحيني الناس يستخدمونها؟ أكيد أنصح الناس استخدامها لأنها مفيدة أتوقع. تقنية الليزر ممتازة جداً إذا المريض بيعرف يتابع فعلا ويعرف المكان الصح اللي لازم يروح له ومين يلي بيستخدم الليزر. أنا بعد خبرتي بالليزر والله أخذت نتيجة ممتازة، بخلال 3 جلسات اختفى تقريبا جزء كبير من المطلوب. اختلفت الآراء في إزالة الشعر بالليزر نوعه طبعا للدكتور أحمد، ونناقش هذا الموضوع. كيف دكتور رأيت التقرير وهذا الاستطلاع عن إزالة الشعر بالليزر؟ يعني في معلومات كثيرة جدا مغلوطة، يعني صحيح. المشكلة الآن الطب لا يستقى من مصدره، الطب الآن يستقى من غرفة النوم بالنت، تضرب وتسمع كلام الناس من كل مكان. أنا لو عندي مستحضر أي شيء تجميلي أو ليزري صدقيني أجيب بس يعني 2-3 أقول امجلسوا على النت وابدوا راسلوا هالبنات والأولاد وعبوا المعلومات، يصير تسمم في المعلومات. أغلب معلومات الليزر وللأسف وكثير منها مغلوطة عند الناس. يعني أولا لا يوجد ليزر إزالة شعر يزيل الشعر تماما، هذه معلومة مهمة للمشاهد. ما في أحد تقول والله بصلى 10 جلسات وبينتهي الشعر. يقل إيه الليزر يقلل سماكة ويقلل لون الشعر بحيث يكون اقل لون. طيب طالما هو يعني يقتل بصله الشعر فليش يقتل؟ واحنا نتمنى ان يسوي كذا يضعفها اي ولا ثم يعود مره اخرى، لا يعود الا جزء منه. ليش؟ ان بصيله الشعره يعني لها مراحل كثيره في الجلد، وهي 3 مراحل، مراحل نمو وسكون وتساقط. الليزر عمره ما يقضي على بصيله الشعر في كل المراحل، على ثلث يمكن الشعر اللي موجود، لذلك يحتاج المريض الى جلسات. في شيء ثاني مهم جدا، في بعض الاماكن المريض يقول يا دكتور اصلح 3-4 جلسات وانتهت، زي الاباط. لانها شعرها سميك تنتهي خلال 4-5 جلسات خلاص ولا ترجع مره ثانيه. لكن كلما قلت سماكه الشعر وقل اللون كلما زادت عدد الجلسات المحتاجه لها.
طيب. هذه معلومة مهمة عند المرضى أنه لا تقارن مكان بمكان ولا تقارن مريض بمريض. صحيح. لأن في هرمون داخلي اسمه هرمون التستوستيرون الأندروجينز تختلف من إنسان إنسان، لذلك ما في أحد يقارن ولا أحد يقدر يتوقع. تجيني مريضة تقول دكتور كم أحتاج من جلسة؟ ما عندي إجابة، بس ما أقدر أقول لها الشعر عندك. إيه أقدر أقول لها أنك تحتاجين عشرات الجلسات. وهذه المعلومة المهمة إن عمرنا ما نقول، وإن كان في ناس يقول لا أبداً بقى 6 جلسات ينتهي الشعر. كلام غير صحيح، كلام تسويقي خاطئ. طب دكتور أنت نوهتنا على نقطة قبل الهواء أنه هذا الليزر أنه ما هو ضار وما هو مسرطن وما هو أمور كثيرة إحنا نعتقدها، وبالفعل موجودة على صفحات الإنترنت تقول لك أنا عملت كذا وصار لي كذا. طيب السؤال الأهم، أنت قلت أنه ما هو مضر للأطفال، في أي مرحلة تقدر تقيم أنه ممكن أنا أسوي لطفل معين هذه العملية اللي ممكن أنه يكون فيها بعض الألم له ولكن النتيجة فيما بعد على النفسية أفضل؟ هل تقدر تحدد هذه؟ ما نحدد العمر لكن نحدد كثافة الشعر. إذا في طفلة عمرها 6 سنوات وهذا تصير ونشوفها إحنا جدا يعني جميلة، إلا أنها تقول أنا ما أقدر ألبس ولا أروح بسبب كثافة الشعر اللي هنا. وفي بعض الأطفال عندهم كثافة، وهذه الكثافة إحنا نسميها كثافة عائلية يعني مو مرضية، بس بعض العوائل مشعرين يعني. هذه ممكن نصلح لها ليزر. أنا أقول الليزر لأي عمر بالأطفال، عمر 1-2-3 آمن، لكن إحنا ما نحبذ لأنه مؤلم وتجربة غير جيدة للطفل ولا يقضي على الشعر. تخيل الطفلة دي جالسة كل 2-3 شهر تصلح الليزر، يعني هي تبغى الجمال لكنه وللأسف يعني متأثرة بالألم، لا تبغى تدخل الطفل في يعني المتاهة هذه. وأنا أفضل دائما نخليه الكبار، والأطفال حالات جدا خاصة ومستثنى. طيب دكتور أحمد، البشرات متنوعة، متنوعة اللون ومتنوعة أيضا بالصفة، يعني صفة البشرة إذا كانت دهنية أو جافة أو مركبة، لكن البشرة السمراء والبشرة البيضاء، ماذا عن استخدام الليزر لها؟ هل أجهزة معينة مثلا لكل بشرة؟ كلما كانت البشرة بيضاء كلما صارت يعني استجابة الليزر أفضل لقلة الخلايا أو المادة الصبغية الموجودة في الجلد. لكن في 3 أنواع من الليزرات اللي موجودة ومنتشرة، في ليزر اسمه الاندياك هذا افضل للبشره السمراء، في بشره الالكسندرايت افضل للبشره البيضاء. الان المرضى صار عندهم ثقافه قويه جدا بالاسماء وبالارقام، وهذا شيء جيد للطبيب، لكن في مراكز ما تجيب الا جهاز واحد لانه ما تتمكن، مركز صغير. هذه ممكن تستخدم كل الناس، لكن الافضل المركز انه يكون فيه 3-4 أجهزة مختلفه حتى انه يكون المرضى كلهم ممكن يستجيبون لنوعيه ليزر محددة لنوعية. طيب دكتور، في بعض الحالات تستجيب ويروح الشعر وتكون سعيدة، بعض الحالات من أول جلسة يظهر لها بعض التلونات أو تصبغات البشرة خصوصا بالمناطق الحساسة، يكون طبيعة الجلد غير، فإيش أسبابها وهل في لها طرق وقاية؟ خلينا نقول وش مضاعفات الليزر. مضاعفات الليزر رقم واحد وهو 80% من المشاكل هي تصبغات، ان البنت تجي والله بشعر وتطلع بشعر تصبغ، هنا المشكله. احيانا من يعني عدم ممارسه او علم اللي يعمل الليزر، وهذا وارد ناس مبتدئين. 2 انها يعني ممكن ان هي جسمها عندها قابليه في التصبغ، وهذا حتى لو كان الطبيب جيد ممكن يجيها تصبغ. لا يوجد مركز او طبيب يضمن عدم حدوث مثل هذه المضاعفات. طب ما في تجربه بسيطه يعني؟ تعرف في بعض الاحيان يقول لك خلينا نعمل لك تيست لا تفيد بزاله الشعر، والسبب اني الان انا بعض المرات اسوي يد كامله لمريض او مريضه يجي التصبغ هنا، طيب اذا ليش ما جاء هنا؟ فعمل منطقه الفحص لا يضمن عدم التصبغ، عدم التصبغ ابدا لا نضمنه بعمل طريقه فحص. طيب دكتور، سؤال اخير بس، اللي تساوي تاتو يعني او البرونزاج يصلح لهالليزر؟ ممنوع احد يعمل ليزر وهو مسوي التان. التان عباره عن زياده في الصبغه، زياده الصبغه هي عباره عن تنافس مع صبغة الشعر. نعم، إذا لا يصلح مع التان. يجب أن يكون المريضة جلدها غير مسمر، خاصة اللي يجون بعد الصيف مسمرين، إذا تعمل ليزر يجيها تصبغات بيضاء وقد تكون دائمة. لذلك يجب أن يكون تشبه الجلد أشكال البهاق يعني. نعم. تحول إلى صحيح. إذا لا يصلح التان مع نعم جميل. يعني أمور يمكن تقدر توضحها لكل السيدات، أنه جهلنا بالتعامل مع هذه الأجهزة وانتشار الدعايات الخاطئة قد تضر فيكم، حاولوا أنكم تلجأوا للأشخاص المتخصصين، حاولوا أنكم تلجأوا للمراكز المتخصصة، ولكن هذه الأمور كلها إحنا ما نقدر نعرفها من غير وجود الدكتور. دكتور، كلمة أخيرة تحب توجهها للجمهور؟ أن الطب الآن ما صار الطب النظيف الجميل السابق، لأنه دخل بين الطبيب وبين المريض الانترنت. مستثمر يريد ان يسوق، وهو لا يستطيع ان يدخل للمريض الا عن طريق الطبيب. فاخواننا الاطباء رفقا بالمرضى.
نفهم بالمرضى، وهذا فعلا امر جدا مهم يعني. وحتى كل واحده منا بتسال عن هذا المركز الطبي، وتسال ايضا عن يعني عن المواد المستخدمه كعمليه تجميل مثلا ومواد الحقن وما شابه ذلك، لكن ايضا تسال عن اجهزه الليزر، لها حق انها تسال. انا اقول يعني الان المرضى ما شاء الله 80% منهم يجون والمعلومات موجوده عندهم، بس منين جت هذه المعلومات؟ والمشكله ان بعض العيادات وبعض الاعلام، وانتم جزء منهم، يكون اعلام تجاري يعني، وهنا المشكله بالاعلام التجاري اللي يسوق ولا يسال اصلا هالمعلومه صحيحه ولا لا، اهم شيء انه يقبض قيمه هذا الاعلام. صحيح. فالاعلام، الشركات، كلها عوامل، بعضها يكون جزء من هذا تكون هدر من المعلومه الطبيه الصحيحه. صحيح. دكتور احمد محمد عيسى، استشاري امراض طب جراحه الجلد وجراح العلاج بالليزر، شاكرين وجودك معنا، شاكرين النقاط الاساسيه اللي في الوقت القصير قدرت انك تسعى فيها. شكرا لك دكتور، نورتنا ونورت استوديو. اعزائي المشاهدين، نروح لفاصل بسيط ونعود لاستكمال فقراتنا. أعزائي المشاهدين، بمناسبة اليوم العالمي للإيدز تحت الشعار لنصل إلى صفر مع الإيدز، لا تميز، لا إصابة، لا وفيات، يوافق اليوم الأول للإيدز، اليوم العالمي للإيدز في أول من ديسمبر من هذا العام. عن هذا الموضوع حتكون ضيفتنا عبر الهاتف الحديث عن هذا الموضوع الدكتورة سناء فلمبان، مديرة البرنامج الوطني السعودي لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة ورئيسة المجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض الإيدز. نرحب فيك دكتورة. مرحبا بك. يا اهلا وسهلا فيك دكتوره. دكتوره، يعني كلنا نرجو انه هذا المرض بالفعل نقول الى رقم صفر مع مرض الايدز، ولكن لو تحدثينا عن انجازاتكم في اليوم العالمي للايدز. طبعا هو صفر لمرضى زيرو للايدز او حمله صفر الايدز هي حمله عالميه تنادي بها منظمه الامم المتحده المشترك، امله ان هي توصل بنهايه الحمله هذه انه يكون في صفر من الاصابات المستجده بالايدز، وصفر من وفيات بسبب الايدز، وصفر للوصم والتمييز ضد المصابين والمتعايشين مع فيروس نقص المناعه المكتسب الايدز. طبعا كل الدول بتحتفل بهذا اليوم، بتبدا تراجع استراتيجياتها، بتشوف الامور اللي هي توصلت لها في مجال مكافحه الايدز، ايش الوباء العالمي وين وصل، وين دوره، كم نسبه الاصابات اللي عندهم، كيف تم التغلب على مثلا طرق الانتقال، هل في وسائل حديثه، هل في في مراجعات تختلف من دوله الى دوله حسب ما توصلت اليه في مجال مكافحه الايدز. بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه كان في عندنا حدثين، حدث له علاقه ب توحيد استراتيجية مكافحة الإيدز على مستوى الدول العربية، وهذا الاجتماع الثالث اللي استضافته المملكة العربية السعودية، والحمد لله يعني ما زال في طبعا في عندنا اجتماعات أخرى قادمة، ولكن احنا بنبدأ بنحط الخطى الأساسية وخارطة الطريق موحدة أمام العالم العربي للبقاء ضمن نسبة أقل إصابة في العالم، والحد من انتقال العدوى من المصابين الى المتعايشين، في نفس الوقت كمان تقديم الدعم النفسي واللوجستي والمعنوي للمصابين المتعايشين مع الايدز حتى هم يتمكنوا من الحياه بشكل كريم هم واسرهم. الحدث الثاني كان له علاقه بيوم الايدز العالمي، وطبعا احنا كنا نعمل انه احنا المفترض ان احنا نصل الى فئه الشباب وهي الفئه المستهدفه واللي بتسجل غالبا في العالم اصابات عاليه فيها نتيجه نشاطها وتحركها الكثير، وفي نفس الوقت كمان في امكانيه العرضه الى طرق انتقال العدوى بشكل ما مباشر او غير مباشر. طبعا الفكره انه ننزل بالاسواق، في فعاليات كثير، كان في رسائل صريحه جدا لعدد كبير او فئات كبيره مختلفه من المجتمع، كان في رسائل للاطباء، كان في رسائل لعامه افراد المجتمع، كان في رسائل للممارسين للسلوكيات الخاطئه، كان في رسائل لها علاقه باهميه فحص المراه الحامل لنفسها لوضعها بالنسبه لفيروس الايدز حثا على عدم نقل العدوى من الام الحامل الى الجنين.
في طبعا كثير من الفعاليات في عدد كبير من المدن داخل المملكة، وفي الأخير طبعا حيث للمدها المركزية التقرير كامل، في تعامل كثير مع عدد كبير من القطاعات، القطاع الصحي الخاص بالنسبة للقطاع المدرسي، المشرفين التربويين، الشؤون الاجتماعية. والحلو أنه مكافحة الإيدز احنا بنقول أنه هي مسؤولية اجتماعية وكل واحد له دور، وبالتالي كل قطاع له دور في مساهمة في الحد من الوصم التمييز والحد من الإيدز. دكتورة، يمكن إنجازاتكم احنا نعجز عن شكركم عليها، وأكيد الدولة أكيد بتساعدكم بأداء هذه الأدوار. شاكرين تواجدك معنا، وشاكرين للجمعية بقيامها بهذه الأدوار، ولكن وقتنا ضيق، وشاكرين لاستضافتك عبر الهاتف، والله يقويك ان شاء الله السنه الجايه تكون الاعداد اقل بكثير. شكرا لك دكتوره. شكرا، يعطيك الف عافيه. شكرا. اعزائي المشاهدين، نروح فاصل بسيط، لا تروحوا عن السعوديه الاولى. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم وعدنا إلى ضيوفنا في الاستوديو، والآن صار جاهز معنا الشيف مروان عمر. نرحب فيك يا شيف. طبعا الجمهور كله عارف أنه حضرتك دائما تحضر لنا الحلويات، اليوم حنتكلم عن طبق إيش؟ إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك، ومنحيي ومنرحب بالسادة المشاهدين. اليوم طبقنا كتير سلس وسهل، وبيحبوه الستات البيوت والأولاد الصغار، يعني بنبسطوا فيه كتير، اللي هو تشوكليت بولز، يعني كرات الشوكولاتة، يعني كرات الشوكولاتة، كرات الشوكولا. هي بدون عيارات، هي حلاوتها انه بدون عيارات، فينا نحط اي شيء معه، فينا نحط اي انواع كيك معه طبعا. وندو كرات ديكور كنت تكلمنا تحت الهواء عن طرق الحفاظ على الكيك عشان نطبق هذا الموضوع. احنا حنسيبك في تحضير المقادير، طيب اوكي، نشوف فقراتنا التالية ونرجع لك ان شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا الاعزاء، رعت صاحبة السمو الملكية الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيسة الهيئة الاستشارية للمتحف الوطني مساء أمس الأحد أمسية بعنوان دور المتاحف في المؤسسات الثقافية الألمانية، والتي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والأثار ممثلة في الهيئة الاستشارية للمتحف الوطني بمركز الملك عبد العزيز التاريخي بالمربع. عن هذه الأمسية معنا عبر الهاتف صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيسة الهيئة الاستشارية للمتحف الوطني. ألو. أهلا بك سمو الأميرة عادلة. سمو الأميرة، هذه الأمسية تأتي تتويجا لمسيرة الهيئة الاستشارية والتي تمتد لأكثر من عقد من السنوات، ماذا ترون من تنظيم هذه الأمسية؟ في الحقيقة هدفت الهيئة الاستشارية من تنظيم الأمسية إلى نقل وتعريف أبرز التجارب الثقافية العالمية بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الثقافية، وكذلك يحقق تطوير دور المتاحف في المجتمع. ونسعى أيضا إلى الارتقاء بالوعي تجاه أهمية المتاحف في حفظ الهوية الوطنية وصناعة السياحة الثقافية. طبعا تحديدا هدفنا من محاضرة أمس كانت تبيان التجربة الألمانية، لأنها تجربة جديرة بالنظر إليها، حيث أن الاقتصاد الألماني يعتمد بشكل جوهري على الاقتصاد الثقافي، وتقدر مداخيل السياحة الثقافية بأكثر من 126 مليون يورو، وهذا ما أوضحه نائب رئيس مؤسسة براشن للتراث الثقافي. ونتطلع من تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى تعزيز دور الثقافة في الاقتصاد السعودي. ماذا عن تجربة الثقافة المتحفية الألمانية؟ طبعا الثقافة المتحفية الألمانية مزدهرة جدا، وفي الأمسية أمس استمعنا إلى تاريخ إنشاء بعض المتاحف التي يزيد عمرها عن قرن. يبلغ عدد زوار المتاحف في ألمانيا أكثر من 110 مليون زائر سنويا، بالإضافة إلى وجود أكثر من 6000 متحف، وكل هذا طبعا يعزز وجود ثقافة متحفية مميزة تكون رافدا لا يستهان به من روافد الاقتصاد. وماذا أيضا عن الثقافة المتحفية السعودية؟ أظن أن الثقافة المتحفية في المملكة في تقدم، وقد شاهدنا خلال الفترة الماضية
تنظيم من خلال تنظيم عدد من المعارض والفعاليات الثقافية في المتحف الوطني حظيت بإقبال ملائم من المجتمع، وهو ما يعطي مؤشر إيجابي لمستقبل الثقافة عموما في المجتمع. غير أني أتمنى أن ينمو أكثر الاهتمام من قبل كافة شرائح المجتمع بمتابعة مناشط المتاحف السعودية، والحرص أيضا على الاستفادة من المعارض والفعاليات والمناشط التي تقام في المتاحف، وذلك لما له من فائدة في تطوير الحس الفني والثقافي، وأيضا توسيع المدارك وإثراء المعرفة بمختلف الحضارات والفنون. مثل إقامة هذه الأمسيات وهذه أيضا الفعاليات كذلك، نود منك كلمة أخيرة سمو الأميرة عادلة. أولا أشكر التلفزيون السعودي على مواكبته للأحداث الثقافية والمناشط المتحف الوطني، كما أتمنى أن نسعى جميعا كمجتمع بمختلف تخصصاتنا إلى الاهتمام بالمناشط الثقافية والمتحفية، حيث أنها تعد ذاكرة للوطن، وهي رافد جدا قيم للاقتصاد المحلي. نعم نعم صحيح، وهي فعلا ذاكرة للوطن. سلمت أيديكم وسلمتكم وبوركت عطاءتكم النيرة. شكرا لصاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيسة الهيئة الاستشارية للمتحف الوطني. شكرا لك. شكرا لاستضافتكم. شكرا. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى تقريرنا التالي لهذا اليوم، تقريرنا الثاني لهذا اليوم في حلقتنا، وحيتحدث هذا التقرير عن مؤتمر التصوير الطبي في الطوارئ. أقام مستشفى قوى الأمن مؤتمر التصوير الطبي في الطوارئ، والذي يهدف إلى اطلاع الأطباء المشاركين في المؤتمر على أحدث المهارات في الآلية التعامل واستخدام الأشعة في معالجة الأمور المتطلبة إلى حالات الطوارئ. عن هذا الموضوع قامت زميلتنا رشا السيد بإعداد هذا التقرير. نتابع ونعود إليكم. طبعا الحديث عن هذا المؤتمر، الحديث ليس عن دوري فقط لكن دور اللجنة العلمية بشكل عام. بدأنا مبكرا لتحضير هذا المؤتمر، أولا من الفكرة أتت لمحاولة تغطية مجال ناشئ جديد عالميا في المجال الطبي، ومحاولة إلقاء الضوء على هذا التخصص الدقيق اللي هو أشعة الطوارئ لتعليم الناس وتدريبهم على التطورات العلمية في هذا المجال. في الحقيقة بدأ التنسيق للمؤتمر من 9 أشهر تقريبا، تم دعوة عدد من المتحدثين العالميين من خارج المملكة ومن داخلها، من أمريكا، من إيطاليا، من جدة، من الشرقية، من كافة أنحاء المملكة. وصل عدد المتحدثين والمشاركين ورؤساء اللجان ما يقارب 45، ووصل عدد المشاركين بفضل الله ما يزيد على 700 مشارك. قمنا باستقبال الضيوف وتجهيز برنامج اجتماعي خاص بهم للتعرف على صورة المملكة في الماضي والحاضر. نقلنا لكم أعزائنا المشاهدين فعاليات مؤتمر التصوير الطبي في مجال طب الطوارئ. شكرا لكم على طيب المتابعة. رشا السيد لبرنامج حياتنا.
الزميلة رشا السيد لأدائها هذا التقرير وجهودها الطيبة. مشاهدينا الأعزاء، ننتقل الآن إلى فقرة التغذية والعناية بالبشرة. تعتبر بشرة الإنسان مهمة ومهمة جدا، ويجب الاعتناء بها عناية خاصة، وخصوصا خلال فترة الانتقال من فصل إلى آخر، للمحافظة على بشرة نقية وناعمة وصحية وطبيعية. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف أخصائية التغذية أمل كنانة. نرحب فيك دكتورة أمل. يا هلا وسهلا فيك دكتورة. أنا يعني من المعجبين بحضرتك. تسلمي. ومن المتشوقين دائما المواضيع اللي تقدميها، لأنه حبيب. مثل ما لاحظتي أصبحنا في يعني في صومعة من الدعايات الخاطئة. صحيح. ومن الاقتراحات من الزميلات ومن الصديقات والأخوات ايضا الخاطئه، ولكن انتم في النهايه توجهون التوجيه السليم ان شاء الله. الجسم السليم في العقل السليم مثل ما نعرف. انت اليوم حتحدثين عن اهميه التغذيه اللي قد تؤدي الى بشره صحيه باذن الله. هو طبعا بتلاحظي ان اتجاهات المراه خاصه يعني اللي هي موضوع البشره، موضوع الشعر، موضوع الاظافر، هذه اكثر شيء يعني بيركزوا عليه يعني. فبالتالي طبعا لما بيكون في مثلا زي الحين لما استضفت الدكتور على اساس موضوع عمليه الاشياء الجلديه والى اخره، هذه بيكون من ناحيه طبيه. اما اذا بنتكلم على الاشياء اللي هي للعمر للمدى الطويل فهو طبعا بيعتبر التغذيه، لكن ما نقدر نقول مثلا اذا واحد عنده مشكله في الشعر مثلا تساقط ايوه يروح للتغذيه ويقول انه ما صار معي اي تغيير. ليش؟ لانه التغذيه بتاخذ مدى اطول من موضوع انه هي بس اسبوع او اسبوعين وانتهينا. ايوه، فلازم يكون في علاج مع اللي هو التغذية السليمة. طبعا احنا اذا بنتكلم في اشياء خاصة بالعناية بالبشرة والشعر والاظافر فهم في اكثر من نقطة، حنمسكهم واحدة واحدة. عندك الافوكادو. الافوكادو معروف اللي هو ثمرة لانها خضرة. هذه الثمرة هي بتكون طبعا نسبة الدهون فيها عالية، لكنها دهون مش ضارة، دهون بالعكس نافعة للجسم. في نفس الوقت فيها كمية فيتامينات وخاصة فيتامين اي، يعني هو سر هذا نباتكم هو فيتامين اي. اذا كان عندك اي جرح، لكن الجرح خلاص يعني ما عاد في التهاب او حتى التئام وانتهينا، لكن ما زال في العلامه نفسها، اذا حطيت فيتامين اي كسائل ودعكتيه على نفس المكان فهو بيخفي العلامه هذه. فهو من الاشياء اللي بتساعد كثير. فطبعا وجود فيتامين اي بالافوكادو بشكل عالي فهو بيساعد على انه يعطي نقاوه للبشره والشعر. عشان كذا نسمع انه في اقنعه كثير تتضمن الافوكادو. بالضبط. صحيح. وماسكات من يعني نسمع كثير من ماسكات الفواكه، الخلطه الفلانيه والخلطه الفلانيه يحطوها على البشره ربع ساعه. مع الدعايات التجاريه نحن اصبحنا بالفتره الاخيره بنتاثر ونلجأ للكريمات والكريمات الطبيه اللي بتفتح البشره، اللي بتعطي رطوبه البشره ونقاوه البشره. لكن اهميه الغذاء هون من البدايه لفعلا حتى نحصل على بشره نظيفه ونقيه. وحتى تملك وقايه، يعني مثلا هم بيقولوا لك الصلصه، صلصه الطماطم مع وجود زيت الزيتون، اذا انت بتدهنيها على جسمك لفتره معينه اللي هي 10 اسابيع، اذا انت تعرضتي للشمس بتعمل لك وقايه انه يصير في عندك حروق من الشمس. فهو في اشياء معينه اذا انت سويتيها ممكن تساعد. النقاط خلينا لانه عشان انت قلتي لنا عن النقاط الاساسيه لانه احنا متشوقين انه نحافظ عليها. الحين هذه الافوكادو تكلمنا عنها، بعدين عندك اللي هو الشاي الاخضر، طبعا مش الشاي الاخضر اللي موجود في السوق، لانه الشاي الاخضر اذا ما كان لون الورق اخضر فهو بالتالي ما يعتبر شاهي أخضر جودة عالية، بيكون تأكسد، فهذا ما بيعطيك الفائدة زي لما بيكون شاهي أخضر أخضر. فالشاهي الأخضر تقصدين فيه اللي هو يعني الفريش الأعشاب؟ الفريش بس ما هو موجود طبعا عندنا، لكن الناشف، لكن يكون لون الورق أخضر وليس أسود. هذه طبعا هي بيعتبروا صديق البشرة، لأنه هو في مادة اسمها بوليفينول، هذه المادة هي بتساعد على نقاوة البشرة. طبعا هم بيطالبوا بيكون بأربع أكواب باليوم. الأربع أكواب هذه احنا لما نتكلم انه شاهي فقط، ما في قهوه، ما في نسكافيه، ما في خلينا من موضوع الشاهي والقهوه. اوكي، نعدها اربع كاسات. اما اخذ اربع كاسات شاي اخضر معاها كمان كاسين قهوه بعدين قهوه سعودي والى اخره، فانا اخذت كميات كبيره من الكافيين، بالعكس صارت ضاره للبشره اكثر ما هي نافعه. فالمهم كثير انه هي بس اربع كاسات شاي اخضر فقط لا غير. الشيء كمان اللي كثير كثير رائع بالنسبة للبشرة اللي هو السالمون، سمك السالمون. سمك السالمون هو طبعا سمك لونه تقريبا على برتقالي شوية. السمك هذا هو من المواد المتكونة فيه اللي هو الأوميغا 3 والبروتين. طبعا البروتين يعتبر السمك هو من أحسن أنواع البروتين، فبالتالي لما انت تاخذي بروتين فانت بتساعدي على اعاده تنشيط الخلايا واعاده تاهيلها. صحيح. فبالتالي بيصير في عندك
كمان اللي هو إعادة التجديد للخلايا نفسها بالنسبة للجسم. الناس اللي بيشتكوا من الجفاف خاصة مثلا الجفاف الجلد وكذا، طبعا هنتكلم عن الأفوكادو والبيض. البيض كمان ليه تأثير كبير، انه انت لما بتاخذي بيض فبيساعدك على انه، طبعا انا بتكلم كل اكل وليست ايوه وليست ماسكات. البيض هو كمان فيه فيتامين دال. فيتامين دال هو طبعا مهم جدا لكل شيء، ما راح اقول انه هو لا العظم او لا غيره، هو لكل حاجه. ففي فيتامين دال، في بروتين، في بايوتين، في كل هالمواد اللي هي مساعده على تنشيط او اللي هو الجفاف اللي بيجي للبشره، خاصه ان احنا عندنا الحين في فتره الشتاء بيصير في عندنا جفاف، لان الشتاء ما في عندك اللي هو بيكون بروده ناشفه، فهذه بتساعد على جفاف البشره. الرمان، الرمان كان من الأشياء اللي هو يعتبروها طبعا مضادة للأكسدة، والرمان هذا يعتبر من المواد اللي فيها كولاجين، والمعروف طبعا الكولاجين هو بيجدد نشاط البشرة أيوة، فهذا طبعا بيساعد على اللي هو أن يصير في عندك نقاوة في البشرة. عين الجمل أو الجوز، في مواد أو نسميها احنا زيوت عطرية أو أوميغا 3، فهذه الزيوت هي بتعتبر من المواد اللي بتعمل على طراوة البشرة ولمعان الشعر. الناس اللي بتدور على لمعان الشعر إذا ما صبغته، إذا ما صبغته ما هو إذا دخلنا المواد الكيماوية مع المواد الطبيعية هتروح بالضبط المواد الطبيعية. البقوليات طبعا تعتبر من البروتينات النباتية واللي هي هامة برضو للجسم، اللي هي زي الفول والعدس والفاصوليا، هذه كلها تعتبر من المواد المهمة جدا برضو لإعادة تنشيط اللي هو الخلايا الميتة، خاصة ان احنا في عملية الهضم ممكن يصير في عندنا المواد اللي هي بنسميها احنا الفري راديكال، اللي هي المواد اللي ممكن تؤثر ضررا على الخلايا، فانت وجود هذه المواد اللي هي زي البقوليات وغيرها بتساعد على ان هي تتخلص من هذه السموم اللي تيجي من عمليه الهضم نفسها. نعم صحيح، اذا الغذاء مهم ومهم جدا. نعم. في احيانا البشرات يعني خصوصا البشره الدهنيه بينصحوا او نسمع انه لا تزيدين مثلا من اكل مثلا الفاست فود او الاشياء اللي فيها دهن كثير كالمكسرات مثلا. لا، المكسرات ما نصنفها من نفس الفصيله، لان المكسرات هي زيوتها زيوت طبيعيه مفيده، وهي نسميها احنا زيوت عطريه. بالعكس هي جدا رائعه، لكن المشكله عندنا احنا في اللي هي زي ما قلتي، ما حنقول فاست فود، حنقول كل الاكل اللي فيه دسامه عاليه، لانه ما راح نتهم فاست فود ونسيب اكلنا، اكلنا فيه دسامه عاليه. صحيح، اكلنا فيه دسامه. فاذا انت بس خففتي كميه الدهون المطبوخه وليست الدهون الطبيعيه، فبالتالي انت ساعدتي انه عمليه اللي هي حكايه البشره الدهنيه او اللي هي الحبوب اللي بتطلع في البشره تخف. ليه؟ لانك انت قللتي من نسبه وجودها او اعاده تصنيعها في نفس البشره. يعني امور كثيره متعدده بالعلاج، ولكن بالغذاء عفوا، ولكن في بعض الاشخاص يعتبروا انه يمكن انا ما اتعاطى مع هذه المواد، او انا ما احب الافوكادو وما احب المكسرات، يعني اشياء معينه ما احبها، احاول اني اخذ بديل عنها حبوب فيتامينات، ايش الفائده بين هذه وهذه ومن هي افيد؟ برضه معلش خليني بس اوضح موضوع الحبوب. الحبوب احنا عندنا كمان مشكله انه فجاه واحد بيقرر انه هو بياخذ حبوب فيتامين. الحبوب انت بتتكلمي في حاجه مصنعه، كميات او النسب اللي موجوده فيها نسب معينه هي يعني موضوعه لا علاج. طيب فانا لما بيكون عندي مثلا كاكتفاء، يعني خلينا نقول اللي هو عندك فيتامين A ودي والاي اللي هو ها بالعربي والكا، هذول الاربع فيتامينات هم فيتامينات تذوب في الدهون، طبعا وجودها بنسب عاليه في الجسم نسميها بتسبب تسمم فيتاميني، يعني بتسبب مشاكل للجسم. فانت اذا كان ما عندك مشكله، وبالعكس فيتامين دال عندك اوكي، فيتامين اي الاي عندك ممتاز، ما يحتاج انك انت تاخذي حبوب. ليه؟ لانه هذا حيسبب لك مشكله بدل ما هو يحل المشكله. بس بعض الاحيان دكتوره نسمع انه الفيتامينات اللي هي ممكن تشتريها من الفيتامينات المركبه كادويه من المواد الطبيعية، يعني المحلات الطبيعية، أنه الزايد منها يطرح يعني بالضبط. في البول ليس هذا الأربعة فقط، هذه بس الأربعة لا يطرحوا هذا، لأنه زي ما قلت بيذوبوا في الدهون. بعدين خلينا معلش نكون واقعيين شوية، هل في حاجة اسمها طبيعي وصار حبة؟
طبيعي. يعني تقريبا ما هي طبيعي صار حبة، بس هي ان ما هي ما المركبات اللي فيها عمليه كيميائيه كثيره او مشكلتنا طبيعي. لا، لانه انت عشان تدخل في عمليه ان هي تحفظ لفتره طويله فهي بتدخل في عمليه تصنيع، فانت معناته دخلتي فيها مواد، المواد هذه حيروح على الكبد عشان الكبد يصفيها، فبالتالي الكبد كمان اشتغل اكثر من اللازم أكثر. اما لما تاخذيها بالشيء الطبيعي بيكون افضل بكثير. طبعا نحن نشكرك كثير، وقت الفقره تقريبا خلص، وان شاء الله نستضيفك بحلقات اخرى للاهتمام اكثر وكل المهتمات واللي يهتموا فعلا بالعنايه ببشرتهم وصحه شعرهم. شكرا لك دكتوره امل كنانه على المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا. شكرا شكرا دكتوره، ولكن احنا يعني كان عندنا طمع اكثر انه نقدر نكمل الفقره. ان شاء الله الفريق الاعدادي يحاولوا انهم يعيدوا لنا فقره البشره، لانه احنا الحين بحاجه لها ماسه، بالذات انه احنا في مجال عام نحتاج انه يهتم بهذا الموضوع. شكرا لك دكتوره. شكرا، شكرا لنصائحك. اعزائي المشاهدين، وصلنا الى تقرير نتحدث فيه عن ندوة عن صحة العين تحت رعاية حرم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز أمير الرياض صاحبة سمو الملكي الأميرة شيخة بنت عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود. أقيمت الندوة العالمية لصحة العين لمتابعة هذا الموضوع. نتابع التقرير اللي قامت بإعداده زميلتنا سمر عثمان. نتابع الموضوع ونعود إليكم. تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة شيخة بنت عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، يقيم مركز الأمير سلمان الاجتماعي الندوة العلمية الثامنة، والتي تأتي هذا العام بعنوان صحة العين. تلقى خلال هذه الندوة مجموعة من المحاضرات التي تتناول مواضيع عدة، منها ضعف البصر وأسبابه وطرق علاجه، إضافة إلى عدة مواضيع أخرى بهدف نشر الوعي بين فئات المجتمع وتسليط الضوء على أهمية صحة العين ومكافحة الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة البصرية. ارتأينا في هذه العام أن تكون الندوة حول محور صحة العين وكل ما يدور حول صحة العين من توعية وإرشاد وتصحيح لبعض المفاهيم السائدة أو الخاطئة في مجال صحة العين، فالأمر متروك لذوي الاختصاص لتقديم أحدث ما توصلوا إليه في مجالهم وفي مجال التخصص، والمركز يسعى إلى جنب هذه الجهات لدعم المجتمع وتوعيته في هذا المجال. أنا حابة قبل أن نختم حديثنا أتوجه لكم بالشكر، وأتوجه أولا لصاحبة السمو الأميرة الشيخة بنت عبد الله بن عبد الرحمن لتكرمها لرعاية هذه الندوة، وهذا ليس مستغربا على سموها، فهي سبقة لكل ما يعود على المجتمع بخير. أشكر كذلك كل من دعم وتطلعاتنا وكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية حتى ترقى بالشكل المطلوب الذي يخدم المجتمع ويفي بمتطلباته. أشكر الجهات المتخصصة كمستشفى الملك فيصل، تخصصي مستشفى الملك خالد، تخصصي للعيون جامعة الملك سعود، والجمعية طب العيون، الجمعية الوطنية لمكافحة العمى، وجمعية كفيف. أشكر المحاضرين جميعهم، عذرا لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أشكرهم كل من دعمنا الذين لم يتوانوا لتقديم كل ما يعود لمجتمعنا بخير. أشكر كذلك كل من سيحضر أو سيدخل هذا الماراثون دعما لجمعية كفيف، وأشكر كل من ساهم من إعلام وجهات مختصة كذلك ودعمت الندوة. تكلمنا عن الماء الأبيض، سليب الجراحة فيه، وما هو الجديد في هذا المجال. طبعا ذكرنا أن الآن الجراحة الماء الأبيض لا تنتظر نضوجه، وهذا أصبح خطأ أو conception أو مفهوم خاطئ عند أجدادنا وأبانا، بأنه تترك الماء الأبيض إلى حد ما ينضج وبعدين يزال. هذا مفهوم خاطئ الآن، ممكن لو ترك لهذه الدرجة ممكن أنه يصاب أو يؤدي إلى أمراض أخرى. إذا فمثل ما بدأ الشخص يحس باعتلال بسيط في الوظيفة البصرية للعين ويشخص بأن عنده ماء أبيض، فهذا هو وقت العملية ونتائجها. ولله الحمد بالتقنية الموجودة الآن والكفاءات الموجودة الآن، طبعا لا نستطيع نقول 100%، لكنه تحت الله مطر لنا نتائج عالية جدا جدا جدا. تكلمنا عن الاعتلال الشبكي اللي يصاحب أمراض السكري، وهو من أهم الأعراض اللي تصيب الإنسان. عادة الإنسان لما يصيبه الجانجرين أو اللي يصيبه الفشل الكلوي ما يهتم
مثل ما لم عندما تصاب عينه، وعندما يصاب بالعين للأسف يعتبر من الأشياء المهمة فيفقد البصر وتتالى هذا الشيء. وإذا تكلمنا عن الكسل، كسل العين عند الأطفال، فللأسف الشديد كثير من الأمهات لا يدركون ولا عندهم الوعي. فلو تذهب إلى المستوصفات خاصة في المناطق النائية، عندما تذهب الأم بالطفل يقول عندما يكبر الطفل سوف يختفي الكسل. الكسل عبارة عن إيش؟ الكسل عبارة عن أن الطفل عنده عيوب، أولا شيء خلقية، أو لا قدر الله ماء أبيض، أو لا قدر الله حول، أو أي نوع من الانكسارات سواء قصر نظر، بعد نظر، أو ما يسمى الاستجماتيزم. فعندما لا يعالج وأنا ما أؤمن إلا ما قبل 7 سنوات، وهذا المصطلح عليه، عادة يصاب الطفل بالكسل. هذه الندوة تأتي امتدادا للأنشطة المتعددة التي يقيمها مركز الأمير سلمان الاجتماعي، والذي يهدف من خلالها إلى خدمة المجتمع ونشر الوعي بين أفراده في سبيل تثقيفهم في مختلف القضايا. فكيف إذا كان في حاسة البصر؟ كانت معكم سمر عثمان، حياتنا. عدنا لكم أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة تقريبا مع الشيف مروان اللي حيقدم لنا طبق عن الحلويات اللي هو الشوكولاتة كرات الشوكولاتة. طبعا نحن معنا الكيك جاهز، نحن مجهزين كمان الشوكولات موس أو بنسميه اسم ثاني الكناج. الكناج اللي هو فرش كريم مع شوكولا أو مي مع شوكولا أو حليب مع شوكولا. طبعا الكمية الكناج لازم تكون قد بقد، يعني مثلا كاسة كريمة لازم تكون كاسة شوكولا معه أو حليب أو مي براحتنا يعني. ومعنا السبونج كيك أو أحد أنواع أي نوع كيك بيشتغل، حتى لو موس، حتى لو جايبينه مثلا من السوق شي مرة وقطعنا منه وحطيناه بالفريزر تاني مرة نستخدمه لهي الشغلة. طبعا نحط أنواع الكيك، فينا نحط معه مربى شوكولا لنا، احد انواع المكسرات جوز الهند. طبعا نعجن الكيك بهي الطريقه، فينا نعجنه على المكنه كمان اسرع شوي. نضل نعجنه بهي الطريقه حتى يتماسك معنا منيح. نضيف شوي شوكولا، في عندي نوع ثاني شوكولا اللي هو ميلك شوكليت، كمان بنفس الطريقه بنعمله كريما فريش مع حليب او مي، كمان بيشتغل معنا. حطه بهذا الطريقه، بهي الطريقه نعجنه كتير منيح. طبعا حلاوة هذا الطبق انه سهل التحضير، نشتغله بسرعة، فينا نفرزه او نبرده وفينا ناكله على طول، يعني نقدمه دغري. طيب شيف مروان، ناخذ فاصل اعلاني ثم نعود اليكم مشاهدينا الاعزاء. تعانين من حساسية أسنانك؟ جديد سيجنال للأسنان الحساسة بمادة HAP والزنك لراحة في 30 ثانية وحماية تدوم طويلا لتسترجع متعة ولذة الحياة. جديد سيجنال المتخصص للأسنان الحساسة. ألا تصدقنا؟ شارك في تحدي سيجنال للأسنان الحساسة. We'll be right back.
كنا رجعنا لكم ورجعنا للشيف مروان اللي تقريبا خلص عجن الكيك مع صوص الشوكليت، والحين يا شيف ايش نسوي؟ الحين بعد ما جهزنا الخلطه معنا طبعا نتاكد انها مو سميكه كثير عشان ما تفرط معنا لما بنعملها كورات، وما تكون كمان رخوه كثير او طريه كثير. صارت معنا بهذا الشكل. تاخذ هي السماكه طبعا نحن بنعطيها الشكل اللي احنا بنحبه او بنفضله. فينا نعملها غير شكل كرات، شكل دمعه، بس نحن بدنا نعملها كرات لهدف معين عشان نشوف الديكور تبعنا كيف بيطلع. طبعا معنا فرماسيل وجوز هند. الفرماسيل اللي هو الشوكولا ملونه، في الوان كثير منها بالسوق، طبعا هي بفضلوها اولاد صغار كثير عشان هيك انا جبتها معي. يعني هذا الحلا مناسب تقريبا يا ناهد لوقت القهوه، لما تكون تبغي تجي تاخذي قهوه بعد المغرب وتبغي حلا صغير يكون سهل التناول. اتوقع هذا يعني مو بس الاطفال يحبوه شيف مروان، حتى الكبار يعني الكبار يفضلوه بحبوه. هي قالت لي نجماء، انا تذكرت نفسي يعني بالعشق للشوكولاته اكثر. هلا هن بفضلوه كثير لانه مثل ما بيقولوا ميكس متعدد النكهات، يعني في موس وفي كريمه وفي مربى، واذا بدنا فينا نحط له مكسرات طبعا. بالاضافه بعض الناس يحشوه بزبده الفول السوداني شيخ. ايه طبعا، يعني هذا كمان ممكن، يعني ما له قاعده، هي كرات لا 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 بالعكس ما له قاعده، هو حلاوته هذا العيار او هذا النوع من الحلا انه ما له قاعده، فينا نحط اللي بدنا اياه معه. وهي برضه ترجع للفن، يعني فن السيدة نفسها بإعداد هذا الحلا. طبعا نحاول على طول نلفه بالفنش اللي بدنا اياه، مثلا الفرماسيل اللون اللي بدنا اياه. طبعا فينا نحط له شوكولا كمان، نغلفه بشوكولا، بس صعبه شوي هي على ست البيت، مشان هيك انا فضلت انه اتبع الطريقه السهله بهذا الشكل. ناخذ لون ثاني كمان. اذا لفيناه وحطيناه على جنب او حطيناه بالبراد قبل ما نلفه باحد انواع الفرماسيل او جوز الهند او حتى احد انواع المكسرات، فينا نلفه مثل الفستق مثل الالموند اللوز، بينشف شوي مشان هيك على طول. معنا اتصال هاتفي من نجد. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا يا نجد. كيف الحال؟ الحمد لله بخير حبيبتي، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. كيف الشيف؟ تفضلي، معك الشيف يسمعك. اهلا وسهلا، تفضلي. السلام عليكم الشيف. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلين. ممكن اسال عن بطاطس وفيه وحلى الزبادي؟ معلش تعيدين نجد، اطباق ايش؟ توفي ممكن، اطباق توفي، حلويات التوفي يعني، وايش السؤال الثاني؟ وحلى الزبادي. وحلويات الزبادي. خلاص ان شاء الله. هذه طريقة البسبوسة. وطريقة البسبوسة؟ ايوه. خلاص ولا يهمك، شكلك ناوية على شتوية دسمة يا جودة. خلاص سامعين، ان شاء الله الشيف يجاوبك. اهلا وسهلا ان شاء الله. شكرا لاتصالك. طبعا حلى التوفي، التوفي اللي بنقصد فيه هو الكراميل. أهم شيء بالتوفي الكراميل. لما بدنا نعمل كراميل بنحاول ناخذ 5 عيارات تقريبا سكر. طيب نحن كثير سمعنا نجلاء عن الخرنفوش، وش تعرفي؟ لا، انت سمعتي عنه؟ اشك انه نوع من الخضار. انا ما عندي شك باي شيء. طيب خلينا نشوف. نتابع هذا التقرير اعزائي المشاهدين ونسال الشيف. الشيف عندك فكره عن الخرنفوش؟ شو هو؟ الخرنفوش؟ الاسم غريب شلون؟ يا ناس لو تكرمتي تعدلي لي. الخرنفوش، بتعرف ايش هو الخرنفوش؟ دليل على انه ما عندي اي خلفيه عن الموضوع. ولا انا. ولا عندك. يعني انا بشوف انه نوع من الحلا، هل هو نوع من الخضار؟ اكيد لا. طيب خلينا نشوف هذا، نشوف هذا التقرير او هذا الاستطلاع ونعرف ايش هو الخرنفوش اكثر. الخرنفوش. الخرنفوش. والله ما اعرفه. ما تعرفه؟ لا ما اعرفه. لا والله ما اعرف شو الخرنفوش دي. الخرنفوش نبات. نبات؟ ايوه. خضار ياكلوه. ياكلوه؟ ايوه. يعني وش خضار اكله شرب؟ انا احس هذا تاكل مع السلطه. شو حيوان يعني؟ خرنفوش. طيب تعرفي ايش هو؟ لا والله ما اعرف. انا يمكن شيء يشربونه ولا ياكلونه، والله ما اعرف. سمعت فيه؟ لا والله اول مره اسمع به. شو خرنفوش؟ ايه.
ما ادري يمكن حاجه مختصه بالشعر كمان ما عارف. لا ما هو الخرنفوش؟ اتوقع من النباتات. والله لا اعلم. ما تعرف؟ اي والله ما نعرف. والله الخرنفوش لا والله ما نعرف. الخرنفوش ممكن اكله هذه؟ ما تعرفها؟ قد سمعت انا باكله من اكلات اهل الجنوب. خرنفوش لا والله ما سمعت شيء ابدا ابدا. طيب تابعين على برنامج حياتنا حتعرفي ايش هو الخرنفوش. صوت. اتوقع الجمهور مصدومين زي ما احنا مصدومين لانه هذا الشيء انا ما سبق سمعت عنه. متحمس اني اعرف. المخرجه ايناس عارفه وما هي راضيه تجاوبنا، ولكن التقرير هذا التالي اللي معانا فحتكون فيه ام سعد حتعرفنا اكثر عن الخرنفوش. نشوفه يا ريت تكونوا انتم عارفين الجواب. اليوم ضيفتنا وضيفتكم أم سعد محضرة لنا نوع من الأكلات غريب شوي، أنا حتى ما قدرت أنطق اسمها، لكن كل اللي عرفته عنها إنها إنه نوع من الحلا. وبنتعرف على هذه الأكلة أكتر من ضيفتنا أم سعد. مرحبا فيك. الله يحييك. مرحبا. الله يحييك. أولا تنطق لنا اسمها. هذه الأكلة اسمها خرنفوش. طبعا خرنفوش هذه من منطقة الشرقية. وطبعا هذه أكلة قديمة، ويعني للحين بدأت تندثر، يعني ما أي أحد يسويها. يعني هي نوع من الحلا. هي نوع من الحلا. يعني تتخذ مع الشاي والقهوة. أي تتخذ مع الشاي ومع القهوة طبعا. وراح أقول لكم طريقتها، وراح أقول لكم هذه لها قصة. يعني هذه سبحان الله في المنطقة الشرقية يقول لك زمان، يعني قبل البترول وقبل كذا، كان ما يسوونها إلا للمسافر. تعرفين المسافر أول كان يقعد بالسنة بالسنتين ما يجي أهله، أو للعروس. هذه الأكلة ما كان يسوونها إلا للعريس أو للمسافر اللي يجي، يعني لأنها لا فيها البيض، والبيض كان ما في للمحلي شفتي، فيكون نادر يعني. وهي يعني العجينة حقتها طبعا ما فيها لا موية ولا فيها زيت ولا بس طبعا بال يعني ايش مكوناتها؟ مكوناتها بيض طبعا، خمس بيضات، زعفران، موية ورد، وشوية هيل، وكاسة سكر. هذه طبعا العجينة حقتها تخبط تخلط لا ما فيها لا خميرة ولا شيء، تخلط هذه كلها مع بعضها. بعدين تجيبين الدقيق، يعني على حسب الرغبة تعجنين الدقيق معاه زي عجينة الفطاير تسير معاك، تخلينها ساعة كده عشان تبرد. بعدين تشكلينها على شكل دوائر، تفرديها وتشكليها على شكل دوائر. طبعا تقليها في الزيت. تقلى في الزيت تلاحظ لا لا بالزيت بس، انها سبحان الله ما تشفط، يعني تلاحظيها ما تشفط الزيت، يعني تلاحظيها ما تشفط الزيت. تفضلي ذوقيها كمان تعجبك ان شاء الله. طبعا بنصب لك معاها فنجان قهوه كمان، لانها مع القهوه كمان تتاكل. لذيذه. فيها حتى بطنها تحسي فيها، يعني كم فيها سكر؟ كاسة واحدة سكر. كاسة واحدة. يعني إذا أنت تحبين الحلا زيادة وزي كذا بإمكانك يعني تزودين السكر، بس إن الأساسي شفتي هو البيض طبعا، موية الورد زي ما قلت، الهيل، الزعفران، هذه كلها تخلط مع بعضها. بعدين تعجن فيها العجينة، تلاحظين ما فيها لا زيت ولا زبدة ولا موية ولا شيء، عشان كذا كانت عندهم غالية زمان يعني. طيب هذا الأصل فيها. طيب إحنا مش ممكن نزودها بس شيء حديث، نحشيها من جوا مثلا بأي حشوة؟ هي تقدرين، يعني إذا يعني تقدرين، إحنا عندنا أكل يسمونها زي ما تقولين جيب التاجر، زي الفطاير، بس العجينة حقتها تختلف. فهذه تقدرين نفس الطريقة إنك يعني تحشيها لحم مفروم، تبغى تحشيها لحم مفروم تصير حالي مالح، يعني تقدر تحطي فيها يعني حلا، مكسرات أو زي كذا تضيفيها، يعني على حسب الرغبة. بس إن اللي متعارف عليه إنهم يعني ما يسووا فيها شيء، ما يعني نفس هذه الأكلة ما تتغير يعني.
طيب أم سعد، اليوم ما في الأكلة هذه، يعني ما في في المناسبات ولا شيء؟ والله الأكلة هذه غريبة شوية، وما ما كل واحد يسويها يعني، لأنها قديمة يعني، بدت في ليت يعني إنها ترجع يعني، لأنها قديمة شفتي في المنطقة الشرقية لا زالوا يعني، خص يعني الحريم ما شاء الله القديمات يعني الكبار في السن وزي كذا يعرفونها يعني ويسوونها ما شاء الله. بس يعني يا ليت انها ما اي اكله شعبيه قديمه يا ليت ما تندثر يعني، انها تتسوى بحيث الشباب وهذا يتعلمونها يسوونها يعني، وغير انها لها قصه ولها سالفه وزي كذا يعني تراثيه زي ما تقولين. لا ورغم ان هي ما فيها لا خميره ولا شيء، لكنها يعني تحس انها نافشه كده. اي احنا بنشكرك يا خالة مساعد ويعطيك الف عافية. الله يعطيك العافية ويحييك ان شاء الله، ونلتقي ان شاء الله في حلقة ثانية جديدة ان شاء الله. انتم طيبين، اهلا وسهلا. شكرا للزميلة نشوى غندور والخالة أم سعد اللي فعلا عرفتنا على الخرنفوش، وكثير تسألنا إيش هو الخرنفوش، وتبين لنا أنه هو نوع من الحلاوة الطحين، وطبعا في مقادير من الطحين والهيل وأيضا الزعفران. هذه الأكلة زي ما ذكرت الخالة أم سعد أنه ياريت فعلا نرجع لتراثنا القديم ونرجع حقيقة لأيام زمان. شكرا للخالة أم سعد، ومرة أخرى شكرا زميلة نشوى غندور. ونرجع لشيفنا مروان، إيش رأيك بالخرنفوش يا شيف مروان، خاصة انك عم تجهز لنا طبق من الحلا؟ صراحه هي باينتها طيبه كثير، بس انا اول مره بتمر علي يعني، بما انه هي من التراث فاكيد اكله قديمه كثير، فانا ما شفتها ولا مره يعني. هذه الميزه انه احنا انت بتعلمنا اطباق واحنا بنعلمك اطباق. بدي احاول انا اخذها واطبقها ان شاء الله. كنت ابغى اطلب من ايناس انه يكون في عندنا كاميرا معاكسه عشان تشوفوا قد ايش احنا كنا منتبهين للتقرير، احنا والمصورين حتى الشيف، لانه طريقه تقديم التقرير كان جدا رائعه، انه احنا ما عندنا خلفيه عن الشيء وسالنا عنه. شيف تحمست تطبق لنا هو في واحدة من الحلقات؟ طبعا اكيد ان شاء الله، بحاول اخذه وطبقه ان شاء الله هون. طبعا نحن مشان انا قلت بداية الحلقة انه رح نحاول يكون انه لذيذ وشكله حلو للاولاد الصغار، مشان هيك انا جايب شوك بهي الطريقة، نحاول يعني مثلا فينا نحط ستايروفوم او اللي هو الفلين ونشكه لاولاد الصغار، بيطلع كتير حلو وشكله حلو. صحيح. نحن رح نحطه بالصحن يعني رسته هيك، حتى اذا عنا ضيوف مثلا لست البيت. طريقة التقديم هي كتير حلوة يعني، هلا نحن بنقول هي لقمة واحدة بس سهلة كتير، بس سهلة التناول. صحيح، سهلة كمان اليدين ما تتوسع للأولاد وحتى للكبار طبعا. بهي الطريقة من رسهم، نحن جايبين كمان هدول الشوك ملونين، بحبون الأولاد صغار يعطوا شكل حلو. ايش في طرق تانية ممكن نغلف فيها غير السكر الملون وغير جوز الهند؟ ممكن التشوكليت، دارك تشوكليت او الشوكولا السوداء فينا ندوبها. في لها ثلاث طرق او اربع طرق، ان من الاساس فينا نعملها مع مي او مع كريمه فريش، او فينا نعملها مع حليب. طبعا العيار هو قد بقد يعني، قديش بنحط شوكولا بنحط نوع السائل اللي بدنا نحطه نحن معه. فينا نعملها بطريقه ثانيه، فينا نحط مع الشوكولا زيت، الزيت ميزه الزيت مع الشوكولا بتعطيها لمعه يعني، اذا مثلا بدنا اياها تعطي لمعه قويه بنحط لها زيت. ممكن نقطه زيت يعني في يدنا وبعدين؟ لا ممكن كميه يعني، نحن بنضل مثلا بنسخن الشوكولا بنحط الزيت لحتى نحن نشوف السماكه. الشوكولا نفسها، الشوكولا نفسها بنحميها على النار. طبعا تحميه الشوكولا هي معلومه للمشاهدين، لازم بان ماري، ما لازم نحط الشوكولا فوق مباشره على النار بالكاسرولة او بالبشيل اللي حاطينه نحن، ما لازم نحطه على النار مباشره، بنحط البان ماري، بنحط ساخن المويه صغيره او شغله صغيره وفيها مي، وبنحط الشغله اللي بدنا ندوب فيها الشوكولا عليها يعني، سخون بخار الماء هو اللي بيدوب الشوكولا. بعدين بنضيف الزيت. طبعا هي هذه نفس الطريقه اللي يسخنوا فيها كنافه الجبنه يا شيف؟ ايوه اللي هي البان ماري بسموها. ايوه. طيب خلينا نجاوب على الاسئله اللي طرحتهم علينا. كانت طلبت منك حلى التوفي وايضا حلى الزبادي، اللي انا ماني متاكده هو ايش قصدها بحلى الزبادي، وطلبت منك الكنافه. لو نتكلم بوقت اذا كان الوقت يسمح لنا ايناس،
طب جاوبنا على الأقل واحدة منهم. رح ناخذ باختصار، نحن البسبوسة كثير عدناها هون، طلبة البسبوسة صح؟ البسبوسة اللي هي عيارة الكيليان و300 كيليان و300 سميد، سميد طبعا خشن اللي هون موجود، مو الخشن السميد الوسط بس هون بيسموه خشن طبعا. سميد وسط 2300، سكر 1000 كيلو ونص يعني 1500. ناخذ كيلو قطر، طبعا عيار القطر 6 كيلو ونص سكر، 5 كيلو مي. ناخذ كيلو حليب بنحطه معه كمان. ليش دائما في دقه بالمعايير في الحلويات؟ يعني الحلويات بنحط على النظر او على الذوق. في الحلويات تحديدا دائما تقولوا الجرام والمقاس والكيلو، ايش اهميه دقه المعايير في الحلويات؟ اهميته لانه في طحين، دائما طحين سكر مي او حليب او زبده، يعني في تضارب، يعني في تضارب بالاشياء. اذا ما عملناها بطريقه موزونه صح وطريقة دقيقة بتروح علينا يعني. مثلا إذا حطينا بكم بودر مثلا بالكيك، حطينا بكم بودر فوق العادي أكثر مثلا ما بيحتاج هذا الكيك، أو ما بيحتاج هذا البيض ولا طحين، في ينفش كتير ويعبي هوا كتير الكيك، وبعدين بعد ما يطلع من الفرن بنلاقي بينزل. ينام صح. إذا حطينا مثلا كمية أقل بنلاقي ما ولا كمية أقل ولا كمية أكثر، إنما نتبع المقادير نفسها، الكميات المعروفة أو المقادير المعروفة. فينا نزيغ مثل ما بيقولوا شوي بشغلات يعني بسيطة، بس بالشغلات الدقيقة مثل الكيك أو الموس ما فينا. نعم. طب خلينا نرجع ونعيد السؤال أو ذكر السؤال، ومن الكفاءات العلمية والفكرية العالية في منطقة القطيف امتازت بعمق ثقافي وحضور اجتماعي وقدرة أدبية عالية. شاركت في الحوار الوطني كممثل للمنطقة، وكان مجلس الشورى قد عين 6 مستشارات غير متفرغات بالمجلس عام 2006، كانت ضمنهم هذه السيدة أو الدكتورة. هل هي الدكتورة نهاد الجشي أم أروى السيد؟ يعني الإجابة واضحة، الإنترنت صار متوفر، وأتوقع هي كشخصية معروفة الكثير عندهم الإجابة، وأتوقع أنه الإجابة حتكون سهلة أن تركزوا في الأولى. مش لا يعني كده أنا ما قلت شيء، أنا ما قلت شيء. نذكركم بالجوائز عشان تتحمسوا أكثر للإجابة. جائزتنا عبارة عن كوبونين، قيمة كل كوبون 1000 ريال، مقدمة من مركز كايا الطبي التجميلي، مركز جديد ومركز مقدم لكم الجائزة بحماس. وأتوقع أنكم لو رحتوا عندهم وأخذتوا الجائزة حيكون في عندكم حيجاوب الأول بالسؤال يعني أنكم تستفيدوا منها. نرجع للشيف. شيف فين صرنا في الطبق؟ طبعا تقريبا طبق خالص انتهى تقريبا معنا. عاد هذه الألوان يرغبون فيها الأطفال مرة كتير، مشان هيك أنا قلت من بداية الحلقة أنه لازم نعملهم بهيك ألوان مشان يرغبون الأطفال. نرجع منقول حالة التوفي بس مشان نذكر الأخت اللي اتصلت معنا. التوفي اللي هو الكراميل بنحاول ناخذ 5 كيلو أو 5 عيارات، فينا نقول بالكباية مشان ياخدوها أكثر المشاهدين، 5 كبايات سكر بنحرقهم على النار لحتى تاخذ لون الكراميل يعني كرمل، يميل لونه للصفار شوي، ما ناخذهم كمان ما نحرقهم كثير. بنضيف لهم الخمس كاسات سكر، بنضيف لهم كباية زبدة، زبدة يفضل ما تكون سائلة، يفضل تكون مرهمية، هي بتدوب بالسكر. طبعا بدنا ناخذ كثير حذرنا من موضوع السكر لأنه السكر كثير بيأذي، فبناخذ كثير حذرنا منه. بنحط الزبدة بعد كما بتاخذ فورتها يعني بتاخذ الغلوة تبعها الزبدة، بنحرك منيح، بعدين بنحط كاسة كباية فريش كريم أو حليب حسب ما بدها ست البيت، بس الفريش كريم بيعطي نكهة أطيب للكراميل. بنحركها بشكل كثير منيح، نتأكد إنه تمزج كتير منيح المزيج مع بعضه، بننزلها على جنب، بنحطها بشغلة لتبرد لتاني يوم أو بعد ساعتين أو ثلاثة، هذا تأكدنا أنه عنا كراميل. الكراميل هذا حتى فينا نغلف فيه الأكل اللي قدامنا كمان، فينا نغلف فيه كتير طيب الكراميل. فينا نعمل منه السبونج أو البسكيت، الحلى التوفي اللي بعرفه أنا اللي هو البسكيت، يعني أي نوع بسكيت، نفرمه مع شوية زبدة، بنحطه في سفل الشغله اللي بدنا نحطها من تحت بالصينيه او اي صينيه او اي قالب بدنا اياه، طبعا بنحطه من تحت، طبعا بسكت وزبده وشويه سكر، اوكي مثل تشيز كيك تقريبا يعني. حطينا بال من تحت، بنخلط الخلطه الكراميل، بنجيب نحن فريش كريم مخلوط جاهز
يعني بنخفقه على المكنه بنحط نعم. كميه الكيلو فريش كريم تاخذ تقريبا كبايه من هذا المستحضر اللي عملناه، الخلطه اللي عملناها الكراميل، ناخذ كبايه بنحط فوقه بنخلطه كثير منيح، تاخذ الكريمه فريش مع الكراميل، بعدين بنحطه فوقه بنستنى ليفرز لثاني يوم او بعد ساعتين ثلاثه ليفرز ويشد منيح، بنقطعه ونقدمه. اكيد طبق شهي زي الطبق اللي قدمتنا اياه، ايضا الوانه حلوه وطريقته سهلة، وممكن نخلي أطفالنا يساعدونا فيه. أعزائي المشاهدين، حلقتنا تكلمت عن الجمال وعن أهمية العناية بالشعر وإزالة الشعر، وأيضا العناية بنوعيات الأكل اللي قد تحفزنا على اهتمام بجمالنا قد تؤخر من عوامل الشيخوخة، وأيضا تكلمنا عن الحلا كرات الشوكولات، الحلا السهل اللي ممكن نتناوله في فصل الشتاء. نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا بفقراتنا لهذا اليوم، تابعونا غدا في نفس الوقت. نعم، وطبعا إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا، ونشكر الشيف مروان على هذا الطبق كرات الشوكولا، الطبق الرائع جدا وفعلا اللي بيحبوه أطفالنا جميعا. شكرا لفريق الأعداد وفريق الإخراج والمخرجة إيناس وكل الفنيين والمصورين، شكرا لفريق العمل القائم على برنامجكم اليومي حياتنا، أكيد نشكركم ونشكر تواصلكم معنا. مشاهدينا الأعزاء، ألتقي بكم غدا بمشيئة الله، إلى اللقاء.